السلام عليكم، معكم أخوكم علي العبادي. الفيديو هذا تكملة سلسلة اعرف عدوك. راح أتكلم عن نوع من ثلاث أنواع من طائرات المقاتلة للكيان الصهيوني. خلكم معاي. طبعا مثل ما ذكرنا لكم أن ثلاث أنواع من الطائرات للكيان الصهيوني من إنتاج إسرائيل، اللي هي الطائرات المقاتلة كفير ولافي ونيشر. راح نسلط الضوء الحين على كفير. طبعا كثير من انتاج الكيان الصهيوني الاسرائيلي من مؤسسة الصناعات الجوية الاسرائيلية. تستعمل كثير مختلف الاحوال الجوية، وهي عليها محرك نفاث واحد وتشيل مقعد واحد، ومحركها من طراز جنرال الكتريك G79، قوتها توصل الى 8575 كيلو طبعا من الضغط. اما من ناحية النوع، هي مقاتلة متعددة الاغراض، يحطونها حق المهمات الاعتراض والمطاردة والقتال الجوي، وهم يستعملونها بالقصف التكتيكي والهجوم الأرضي. أما من ناحية القياسات، فطولها 15 متر و 65 سنتي، فتحة الجناح 8 أمتار و 20 سنتي، ارتفاعها 4 أمتار و 55 سنتي. أما من ناحية الوزن، فوزنها فاضي 7285 كيلو. أما وزنها القتالي النموذجي 9400 كيلو. حمولة الوقود الخارجية، يعني عندها خزانات وقود خارجية، تشيل 3750 كيلو. أما أعلى حمولة من التسليح اللي تشيله 4 صواريخ جو جو ب 400 كيلو وزنهم، وهم تشيل 4300 كيلو من القنابل. وطبعا عليها مدفعين من طراز ديجا 552 عيار 30 ملي. اما من ناحية سرعتها، فسرعتها القصوى 2335 كيلومتر بالساعة، يعني 2.2 ماخ، والسرعة القصوى المنخفضة 1390 كيلومتر بالساعة. من ناحية المدى القتالي حق الاعتراض، تغطي لك 350 كيلو، هذا من غير وقود خارجي. مع وقود الخارجي يوصل إلى تغطيتها إلى 775 كيلومتر. طبعا عليها رادار يكشف مدى 15 كيلو بالمستوى العالي والمنخفض. انتجوا كثير نص السبعينات، كانوا يطورون فرنسا على ميراج 5، وكان أول طراز سموه كثير C1، وبعدها انتجوا الطراز الأساسي سموه كثير C2. بالثمانينات صار تطوير عليها، ودخلوا عليها بعض التعديلات وسموها كثير TC7. طبعا زادوا قوة المحرك وحسنوا مستوى الأجهزة الإلكترونية، وعدلوا على قدرتها الأولية، وضبطوا الحمولة والمدى. وليه سنة 1998 بايعين منها 300 طيار. وبكذي نختم معاكم موضوع المقاتلة كثير، ونطرونا في فيديوهات ثانية، وسمحونا على القصور. مع السلامة.